سؤال بيقول: هل على الآباء منع الحرام عن أبنائهم بكل الطرق ولا عليهم فقط التوضيح؟ يعني إلى أي حد يجب على الآباء منع أبنائهم من ارتكاب ما هو حرام؟ مسؤولية إن أنا أبين لابني الحلال والحرام هي مسؤولية قائمة طول ما أنت موجودة وطول ما أنت قادرة. يعني الموضوع كله متوقف على قدرتك أنت واستطاعتك أنت، سواء كان صغير أو كبير. مع العلم يعني أن الفقهاء اختلفوا في سن الحضانة، يعني لغاية إمتى أنا مسؤولة عن أولادي، اختلفوا فيها وفرقوا فيها بين الولد والبنت. لكن شيخ ابن عثيمين أفتى بيقول يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الرجل راعيا في بيته وأخبر أنه مسؤول عن رعيته، ولم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام الرعاية دي أو العناية دي أو المسؤولية دي بسن دون سن. فما دام الرجل، طبعا الرجل أو المرأة يعني زوجة والزوجة، قادرا على رعاية بيته، فإن الواجب عليه هو الرعاية وهو مسؤول عن أهله. يعني طالما في قدرة واستطاعة يبقى في أمر برضو بالتربية وبتوعيتهم يعني. فبالتالي إذا شفت ابنك أو بنتك بيعملوا أي حاجة حرام، أول حاجة ما ينفعش أن أنت تسكتي. فدور الأب والأم في نصح الأولاد كبير مهما كبروا، مطلوب إن إحنا نبذل الجهد في إن إحنا نساعد أولادنا على التخلص من أي عادة سيئة أو إن هو يستقيم، ومع الدعاء والصبر عليهم. طيب إيه الأسباب اللي ممكن ناخدها وإيه الحاجات اللي ممكن تعيننا؟ رقم واحد الدعاء والاستعانة بالله دايما في كل حاجة. يعني يا رب أقول لها دلوقتي ولا ما أقولهاش دلوقتي؟ يا رب أكلمها إزاي؟ طب يا رب أعلمها إزاي؟ طب يا رب دليني على الأسلوب الصحيح في التعامل مع ابني. يا رب أنا مش عارفة أنصحه في الحاجة دي، أنا شفته بيعمل الحاجة دي، يا رب أعمل إيه؟ فهمة؟ الاستعانة الدائمة، مش اللي هو اللهم هديهم وخلاص، لا، الاستعانة في تفاصيل الأمور، أتدخل ولا ما أتدخلش، بتكلم دلوقتي وما أتكلمش، فهمتي؟ طيب رقم اثنين المصاحبة ثم المصاحبة ثم المصاحبة. يعني إيه؟ يعني أنتوا صحاب. المصاحبة يعني صحاب، مش أم وبنتها مثلا أو أم وابنها، لا، احنا صحاب. يعني صحاب، الصحاب بيعملوا ايه مع بعض؟ بيضحكوا مع بعض، بيهزروا مع بعض، بيفضفضوا مع بعض، وأغلب وقتهم في ضحك وهزار، مش أغلب وقتهم جد وبيتكلموا في مواضيع جد كتير. فاحنا عايزين نعمل كده مع أولادنا على قدر المستطاع، إن احنا نهزر كتير معهم، نتكلم في مواضيع عامة ملهاش علاقة بيهم، كأننا كده بندردش عشان نديهم ثقافة، نوسع مداركهم، فهمت ازاي؟ طيب فأثناء الكلام مفيش إحساسنا بأن إحنا الأعلى وهم الأقل، أو أن إحنا الأعلى وهم الأجل، لا، مفيش، متحسيش بكده. هم الحس بيه؟ حس أن أنت من سنها، من دورها، صاحبتها اللي بتتناقش معاها. طب أنت إيه رأيك في دي؟ طب أنت ناوي تعمل إيه في دي؟ ولو قال لك كلام مقنع حفزيه، ولو سد أنا مكنتش واخد بالي من الفكرة دي، فكرة جديدة. يعني كأن في كده كفتين متساويتين، مفيش حد بقى دايما قاعد متصيد للصغير الأخطاء وانت عملت وما كانش ينبغي انت تعمل كده، اوامر ونواهي، او ان الولد يحكي والام ما تحكيش، لا، دي مش ما اسمهاش صحوبيه. امال الصحوبيه يعني احكي وهو يحكي، هو يحكي اللي مضايقه وانا احكي له اللي مضايقني، انا احكي له على مخاوفي هو يحكي لي على مخاوفه، يبقى في كده ايه، كفتين زي بعض، هي دي اسمها المصاحبه. ودي هتحتاج طبعا طاقه كبيره جدا، اللي هتحتاج منك وقت طويل جدا، هتحتاج منك انك انت تقعدي معاهم فترات أطول، يشاركوك الحياة وتشاركيهم حياتهم، يعني ملازمة لوقت كبير، هنقعد فترات طويلة مع أولادنا. وعايز أقولك إن هي دي أصلا يعني المفتاح بتاع التربية. فالأم اللي ما بتقعدش مع أولادها كتير ومش مصاحباهم، بص بقى يا ستة هيحصل إيه. أول حاجة هتيجي تأمرهم بمعروف وتنام على المنكر مع نفسك، هتيجي تقول له الصح كذا والغلط كذا وانت عملته ما ينفعش تعمل مع نفسك، يعني مفيش علاقة، مش هيبقى فيه علاقة أصلا، فبالتالي مش هيبقى فيه تأثير لكلامك الحلو خالص، ولا هيبقى فيه تأثير للمواعظ اللي انت بتقوليها والحاجات القيمة الجميلة اللي انت بتقولها لهم في النص، مش هيبقى لها تأثير. عشان يبقى فيه تأثير لازم فيه صحوبية. طيب ازاي اقدر اعمل انا الصحوبية دي مع وجود اخطاء؟ الولد بيغلط، البنت بتعمل حاجات حرام، انا مش طايقها اصلا، ازاي صاحبها؟ بصي، انت لازم تحط في دماغك ان هو لازم هيغلط، وكويس انه بيغلط وانت عايشة. ليه؟ عشان فرصة، فرصة يوريلك عيوبه وافكاره الغلط اللي خدها من برا، وانت حاولي تعرفي المصدر الاساسي، يعني ايه هو جاب المعلومة دي منين. يعني مثلا هو قالك معلومة غلط مش موجودة في عيلتكو ولا موجودة في تقاليدكو ولا في دينكو، ايه ده، انت جبت الكلام ده منين؟ من صاحب الفلاني.
طيب هو عموما الصاحب ده ساحب، وتقعدي تديله شوية مواعظ ذهنية مع ايه؟ مع ذكر مواقف ليك انت. انت احكي قولي، انا على فكرة انا صاحبتي هي ضاعتني، كنت بذاكر كويس، صاحبتي قعدت تحبطني وبتاع، فاهمه؟ يعني مش كله دين، مش كله مواعظ، احكي مواقف انت، احكي بقلبك، احكي بمشاعرك. رقم ثلاثة هو ان احنا نقربهم من ربنا بشكل غير مباشر. يعني ايه؟ يعني وهو بيحكي موقف كده تقول له فعلا صدق رسول الله، النبي عليه الصلاه كان بيعمل كده في الموقف ده، وسبحان الله النبي عليه الصلاه نصحنا بكذا عشان الموقف اللي انت بتحكيه دلوقتي ده، او النبي عليه الصلاه بشر باللي بيحصل دلوقتي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فهمت؟ يعني ربطه دايما بالدين، الصحابي الفلاني عمل كذا لما حصل كذا، النبي عليه الصلاه عمل كذا لما شاف كذا. لما تشوف اصحابك بيعملوا حاجه حرام ما ينفعش تسكت، لان النبي عليه الصلاه ما كانش بيسكت، ولده تاثيره كذا وكذا وعواقبه كذا كذا كذا. طبعا الاولادنا هيسمعوا كلام اللي بيحبوه، فخدي بالك من الحته دي. يعني لازم عيالك توصليهم لمرحله ان هم بيحبوكي بس مش بيحبوكي كماما. كلنا بنحب ماماتنا كماما، لا احنا عايزينهم يحبوكي كقدوه، يعني مثل اعلى، حد بيفهم. عايزين نوصل اولادنا ان بابا بيفهم، ماما عندها خبره كده، فاهم ازاي؟ لان هم لو لقونا احنا جهله ما عندناش معلومات ولا دينيه ولا دنيويه هينصرفوا عننا وهيروحوا للميديا بقى، ها وانت وحظك. فبالتالي احنا محتاجين اللي عايزه تربي اولادها تربيه اسلاميه او تربيه صحيحه، هي البدايه من عندك انت اصلا. ثقفي نفسك عشان ابنك لما يجي يتكلم معاكي يلاقيكي عقليه كبيره، يلاقي كلامك فعلا صح، يلاقيكي بتتكلمي في القضايا هو بيسمعها على السوشيال ميديا، ويلاقي عندك راي، ويلاقي عندك حجه، فاهمه ازاي؟ فبالتالي لما يثق فيكي، فانت بالنسبه له حد بيفهم، فهيبتدي يثق فيكي بقى في كل الكلام الجميل اللي انت بتقوليه والمثل والعليا بقى اللي انت عايزه تعلمها له. رقم أربعة، عايزين نربطهم بالقران، يعني نعمل حلقه قران اسبوعيه، نعمل درس اسبوعي كده نتلمع حواليه كلنا ونسمعه، نتناقش مناقشات دينيه، نسال بعض اسئله علميه، يعني في جلسات علميه كده وعمليه حقيقيه في ارض الواقع. مع مثلا اغرزي دايما فكره ايه البحث، ويبحثوا ازاي. يعني عايز ابحث عن تفسير ايه، خش على الموقع الفلاني. عايز اعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف، خش على الحاجه الفلانيه. علميهم ان هم ما يقبلوش اي كلام الا بدليل، عشان بقى مش كل بقى كلمتين حد يقولهم له تمام ووراه. فكل ما يقول لك كلمه كلام كويس بس ايه الدليل، هيقولك لا 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 ده مدرس وعارف، لا 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 ده كبير وعارف. ما هو ايه الدليل؟ ما هو ممكن كبير ومش عارف. فاحنا لازم نبقى نتبين من ان الشخص ده كويس ولا وحش. يعني تبتدي تعلميه ازاي ان هو يبحث عن المعلومه الصحيحه، مش اي معلومه يقبلها كده على طول. فده هيجي ازاي؟ يجي بقى بالحلقه اللي انت بتعمليها دي والقعده اللي انت بتعمليها دي. لما حد يسالك سؤال ما تفتيش، معلش يعني انا عارفه احنا بنحب نفتي بس لا بلاش. قولي له ايه، ولا تقولي انا عارف مين ما اعرفش او الله اعلم، لا قولي ايه، ده سؤال كويس يلا نسال ايه، يلا نبحث فيه، او ده صدق ده موضوع انا ما كنتش بحث فيه قبل كده، بقول لك ايه ما تعمل لي فيه بحث، اقرا فيه، اعمل خش على الموقع الفلاني واعرف لنا الموقف دوت ايه والقصه دي كانت ايه بالظبط واحكيها لنا انت بقى المره الجايه. يعني في شغل كده على ارض الايه، على ارض الواقع. الحلال والحرام بقى، لما نيجي تشوف بقى بنتنا بتعمل حاجه حرام او بتكلمك ان صاحبتها بيعملوا حاجه حرام، هتقولي لها ايه؟ هتقولي لها ان ده ما يرضيش ربنا يا بنتي اللي بتعمله ده؟ لا، امال ايه؟ لازم الاولاد يعرفوا ده حرام وحرام ليه، والدليل من القران والسنه واجماع العلماء لو في اجماع، او الدليل العقلي لو كده. يعني لازم يبقى، وتحفظيه لهم على فكره، وتامريهم ان هم يعلموا غيرهم. يعني مثلا قولي لبنتك الكبيره، بقول لك ايه اختك علميها الصلاه، لما تشوفيها بتكذب قولي لها اركز بحرام عشان كذا كذا. صلاتي كده الاخوات على بعضهم، يعني ايه، خلي الكبير يبقى مسؤول عن الصغير بانه يوجهه. يعني مثلا تعالي كده خدي ابنك الكبير كده قولي له على فكره اخوك الصغير بيكذب، نعمل ايه؟ فهمتي؟ هيقول لك لا 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 انا هكلمه، طب بس كلمه بالراحه، ها وهات له دليل وتابعه وشوف ايه الاسباب. بصي انت عماله، هو نفسه بتربيه اصلا بالطريقه دي. فلازم اما اقول حلال او حرام لازم يكون معايا دليل. طيب احيانا ممكن اقول الدليل وابني ما يقتنعش، اقول بقى لا ده بيجادل، ركب دماغه، اقول له ايه، طب انت ايه اللي يقنعك؟ مين الشيخ اللي يقنعك؟ احنا عندنا مثلا دار الفتوى ولا اسلام سؤال وجواب ولا اسال.
لقيتيه برضو بيبحث وبرضو بيدور وبرضو مصمم على انه لا هو برضو الحاجة دي مش حرام، قولي له طب خلاص استخير ربنا سبحانه وتعالى هو الاعلم ولا لا؟ يقولك اه، قول له يا رب ده حلال ولا حرام، ما فيهاش حاجة، طالما انت المسألة فيها خلاف مش عايز تقتنع انها حرام خلاص ما فيش مشكلة خالص، استخير وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيهديك، وانت اكيد طبعا مش عايز تروح النار، فاكيد مش هتعند على نفسك، انت اكيد عايز تعرف الصح فين. يعني عامليهم ككبار، بلاش فكرة انت صغير بقى وخد فوق نفوخك واسمع الكلام. وعلى فكرة الكلام اللي بقوله ده في كل المراحل السنية، يعني عندك من 5 سنين وانت طالعة، خلاص اتعاملي معاهم هما كبير، ما تتعامليش معاهم ان هما شوية غنم انت بتثقيهم، لان سن المراهقة اللي هما بيشتكوا منه ده سببه اللي هي المشاكل اللي بتحصل في الفترة دي، هي أصلا سببها إيه؟ سببها التعنت والرعاية الزايدة في فترة السن الصغير، فترة اللي هما بيسموها المراهقة المتقدمة أو الطفولة المتأخرة دي، الفترة اللي هي مثلا عندك من 7 سنين وانت مثلا لغاية 11 سنة، الفترة دي انت استخدمتيها غلط، استغلتي ضعف ابنك وكل حيلته وانه صغير لسه وضعيف، استخدمتيها بطريقة غلط، كبرت دماغك وقلت له هو كده وخلاص، ما حاولتيش تقنعي، يعني ما استغلتيش الفترة دي كما ينبغي، فبالتالي الولد كبر طلع لقيك انت بتاعت لا، او بابا برضو بتاع برضو يتعنت وعايز ينفذ اللي في دماغه او مش فاضلنا او فابتدى بقى ايه يحب بقى ان هو يسيطر هو كمان ويفرض رأيه بطريقة غلط. رقم 5، ممكن كمان نستخدم الناس اللي حواليه في تربيته. يعني ايه؟ يعني مثلا خاله، عمه، ابن عمه، يعني حد يكون بيحبه. ازاي؟ يعني مثلا هو بيلعب كتير على الجيمز، مثلا هو بيحب خاله، مثلا تقعدي كده مع خاله تقول له ايه، تقول ايه بقى في الناس اللي بيلعبوا نت على النت كتير والجيمز والحاجات دي كتير، خلاص فخاله هو ما يعرفش مين اللي بيعمل كده، فهو هيبتدي يعمل رياكشن كده ويعمل رد فعل كده اللي هو ايه ده ايه ده، هو في حد ممكن يعمل كده؟ وممكن تنبهي اخوكي مثلا من قبليها عشان بس يبقى عامل حسابه، لان بصي المعلومه كل ما بتكون عن طريق غير مباشر بتبقى اقوى. فمساله ان انا اترك اولادي عشان هم بلغوا وكبروا ويعني هم يعملوا الحرام وانا مالي، هم مسؤولين دلوقتي قدام ربنا، ده غلط. ومسألة ان انا اقعد افتش وراه عشان اشوف بيعمل ايه من ورايا وامسك موبايله وافتحه عشان اشوف حاجات الحرام اللي هو بيعملها، لا برضو ده منهي عنه، وتفهميه انك انت ما بتعمليش كده وتقدري تعملي كده، بس عشان انا بحترم شخصيتك وبحترم انك انت شخص كبير، ما ينفعش اعمل معك كده، بس انا اقدر اعمل معك كده، بس انا عارفه كويس قوي ان انت ما بتعملش الحاجات الغلط اللي الشباب بيعملوها، فهمتي؟ يعني برضو وصلي له حته الثقه فيه، انا واثقه فيك، اكدي قوي قوي على الحته دي. رقم 6، الصحبه، يعني نحاول ان احنا نقربه من مجتمع صالح برضو عن طريق مباشر، حاولي تتعرفي على حد جديد يكون كويس وتقربي منه، قعدي مع ناس كويسين، استبدلي دايما الصحبة السيئة بالصحبة الخير، هما بيفرش معهم من فلان ومن علان، هو عايز واحد يحبه خلاص، فانت اعرضي عليه شخصيات الكويسة، قد يجي منهم واحد كويس يحبه وواحد تاني ما يحبه، ما راحتك عادي، ما تجبروش على حد. طيب رقم 7، اشغليهم بقى، عايزين نشغلهم، نفسك اللي لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، اشغليهم بالصحبة الصالحة، ده يا جماعة بيعمل حرام هو فاضي ما مش عارف يعمل ايه في وقته. فنشغلهم ازاي؟ نشغلهم بتحمل مسؤوليات نفسهم، رقم 1. رقم 2، تحمل مسؤوليات البيت. رقم 3، تحمل مسؤوليات اخواتهم. رقم 5، تحمل مسؤوليات غيرهم، العيلة. اشغليه بالمسؤوليات، انت مطلوب منك كذا 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 واحنا عايزين نعمل كذا كذا، وعندنا فقراء في الشارع عايزين نراعيهم، عايزين ناخد بالنا منهم، نعمل معاهم ايه؟ بصي خليه دايما مشغول، ما تفضيوش ابدا، او مثلا العب رياضة ورياضة واثنين وثلاثة، والعب في البيت كمان رياضة، عمالين بنديهم تاسكات واوامر كتير كتير، ده هيقلل عدد ساعات الموبايل احسن بكتير من ان انا اقعد ازعق واقول انتوا ليه قاعدين على الموبايل كل دوت، حرام عليكو اعصابكو، واقعد اشتكي من ان هما بيقعدوا عدد فترات طويلة جدا على الموبايل، لا انا اشغله، اديله البديل اللي هو يشغله عن الموبايل ويكون حاجة برضو بيحبها، ومع المصاحبة مع الدعاء ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيثمر تعب خير وهيبتعد عن الحرام، والله اعلم.